طب كان في خوف انه السيدة فيروز ما تغني للأخوين؟ من وين هذا الخوف؟ عند الناس يعني، كان كل العالم كأنكم انتم كمان عملتوا لنا تشويق يعني، نطرتوا بعد الانتراك وضل هيدا التساؤل موجود. صحيح، ما فيك تنكري انه كانوا العالم ناطرين يشوفوا اذا رح تغني للأخوين. يمكن ايه مزبوط، كانوا ناطرين تيشوفوا وغنت وشافوا. ايه هذا شو تحدي؟ تحدي بالنسبة لألكن؟ ليش تحدي؟ لا مش تحدي، عادي. انه اكيد مين بده يغني للأخوين، لكن اذا مش فيروز مين بده يغني لهم بعد كل اللي صار؟ انه هيدا ارشيف فيروز، هول اعمال لفيروز، اكيد بدها تغنيهم يعني، ليش ما بدها تغنيهم؟ طب قانونيا هل هيدا الشيء له اي تبعات قانونية على فيروز او لا على؟ لا قانونيا شو؟ لا اكيد لا، هاو أعمالها لفيروز، شو ما نقال وشو ما نحكى واللي بده يقول اللي بده إياه، هاو أعمال فيروز وبدها كانت تغنيهم ورح تضل تغنيهم عادي، بغض النظر عن أي يمكن منع قضائي معقول يصدر. ما في منع قضائي، وين في منع قضائي؟ وضحي لنا هون هيدي الصورة اللي مش كتير واضحة عند اللبنانيين. ما في، ما صار، ما ولا مرة صار في مطالبة لكم بإنكم، صار في تصلبط وصار في زعرانات وصار في محاولات، بس منع قضائي ما في، في ولا حيكون في، في يعني دعوة قضائية، في دعوة قضائية، في دعوة قضائية لمنع من إنها تغني. نحن رافعين دعوة قضائية، ما في ضدنا دعوة قضائية. شو المطلوب يعني؟ شو في محاولات بس مش ما صار شيء قضائيا منع لفيروز. طب شو المطلوب منكم يعني؟ هلا ست فيروز غنت هول الاغاني، ايه؟ شو بيترتب بالمقابل عليها؟ مثل ما كل حياته بيترتب. شو كان يترتب؟ سسه، دفع حقوق المؤلفين والملحنين، دفع حقوق المؤلفين والملحنين لجمعيه السسهم، وهذا شيء كل حياته فيروز بتحرص على انه يصير، وبرضه هالمره مثل غير مرات. طب هون ريما بس وضحي لنا يعني، هي السسام ترجع بتوزع هيدي الحقوق للاصحاب الاصليين؟ ما في شك، بس مش نحن مسؤولين عنه، نحن عم نقضي منه مثلنا مثل غيرنا. طب شو كان مثل المشكله يعني؟ اذا ما في شيء قضائي شو المشكله لكن؟ شو بدنا نرجع لها للمشكلة هلا؟ ما بدنا نرجع لها بالتفصيل، بس بدنا نفهم المشكلة شو كان عم بيصير مع ست فيروز. في ناس ما بدهم فيروز تكفي، هاي باختصار المشكلة، كيف كانوا عم بيعرقلوها وبدهم يلغوا عاصي، وبما انه فيروز مكفاية ما بتخلي عاصي ينلغى. طب كيف بمجرد ما انها تغني للأخوان، كيف كانت عم بتصير هيدي محاولات الغاء عاصي؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ بأي طرق؟ كيف كانت الطرق يلي عم تستخدم؟ كانت ماشي يمكن كل هالعمر، ويعني بتعرفي كمان يمكن الإنسان ما كان كتير متابع هالشي أو منتبه لوين رايحين يعني. بس هي تفجرت حقيقة بهالمرسوم الوزاري اللي كشف الدنيا يعني، واللي تبع أمور كتيرة يعني. ايه طبعا، يعني طريقة ديركت كل عمرها تصير، بس بتفاوت الدرجات والطرق. بس طبعا اخر كم سنه صارت تطلع كريشاندو يعني، صارت كتير قوي. ايه طب اذا بدنا نحكي عن حادثه الكازينو او الغاء المسرحيات يلي هي كمان بعتقد فجرت كتير من الخلافات وخلتها تصير للعلن، ليه توقفوا المسرحيات طالما انه ما في منع قضائي؟ قلت لك توقفت المسرحيه بسلبطه وبالعلاقات يعني، في علاقه تربط بعض الناس ببعض الناس، بتعرفي كيف يعني؟ يعني مع إدارة الكازينو فينا نقول هي طبعا توقفت. هي إدارة الكازينو اللي أخذت هالقرار، ما في أبدا شيء قضائي مش صحيح. في إنه مثلا إجي بيجي أنا بهول عليك أو بعمل لك إنذار أو برعبيك أو بعمل لك شيء شكلي، إذا متفقة كمان أنا وياك إنه ببعت لك هاي أنت بتقومي بتخافي مثلا، هيك يعني. بس لو ما كان في طرف آخر بالكازينو يعني، افترضي نحن كنا وقت نحل محل الكازينو أو المنتج أو اللي بدك تسميه، ما كان صار هيك. لهيك أخذتوا قرار هلأ بهالحفلتين أنه تكون إنتاج خاص؟ طبعا إنتاج فيروس برودكشن، آخر يتم الضغط عليه يعني، أنت عرضة لهو كيف بيتصرف يعني، ما يكون في وساطة بينكم وبين أي إدارة مكان عم تقوموا فيه، عم تعملوا فيه حفلة أو بتكوني أنت مسؤولة عن كل شيء ومسيطرة على كل شيء. إيه في أمل؟
تأخر كتير. ايه والله. كان انا مثل ما بقول تأخر كتير. لا عن جد مش مفروض كان يطلع بال 2007. 2007 لا قصدك 2008. 2008 مش 2008 كمان 2009 يعني كان لازم يطلع من سنة. شو صار؟ ليه صار هالتأخير؟ صار هالتأخير من لما يفوت دايما طرف تالت تصير الاشياء دايما اصعب. مين يعني الموزع؟ بهالحالة هون كان الموزع الحمد لله ما كان في منتج كمان. كان تأخر زيادة مش 10 سنين. فطبعا يعني صار كتير يمكن يعني انعلن عن هالشي وما تم فصار كتير تأخير. بس يعني أكيد مش من إيدنا لأنه يعني بالنهاية دايما لما واحد يعمل عمل ويخلصه أنه شو هدفه يضبه على الرف؟ هدفه ينزل. بس ما بدك الظروف المؤاتية لأنه ينزل تساعدك إذا عم تشتغل ضديك يعني. بس مش مضطرة كمان كل مرة تطلع تصرف. طب شو نوعية هيدا المشاكل ريما؟ كيف كان يعرقل الأمور؟ كيف كانت تتعرقل يعني الأمور؟ يعني بتم الاتفاق على شيء بترجع تبلش من الصفر. وهون الانتاج كمان كان من قبلكم يعني خلص هيدا مخطط ماشيين فيه الانتاج. الانتاج الخاص هيدا الأسطوانة. كمان اللي صار بالبيال كان عم ينباع السداء يعني برا قبل ما يدخل لا الناس. كانت الفكرة انه اطلاق السداء من بيال تزامنا مع هالحفلتين. نعم. ونعمل كل الشغل التحضيري بما فيهم الحفلتين يعني لنخدم هالفكرة. هلأ طبعا صار كل شيء في عرائيل بدك. وطبعا وقت نعلن عن هالحفلتين كان بعده تصوري لوين السداء ما راح على الطبع. يعني انت اصولا قبل بشهر يعني تقريبا اقل كمان. انت اصولا اذا عم تعملي هالشي مفروض يكون مطبوع وخالص ومكرتن وقاعد ناطرك يعني فلا كان كمان تزامنا مع تحضير كل التحضيرات عم تركدي على المطبعة وعلى الموزع وعلى الاتفاقيات وعلى يعني فكانت الفكرة انه ينزل هالسدي ببيال $10. هيدا كان سعر انت وضعينه. هيدا كان الاتفاق مع الموزع. يومين ومن بعد هيك بيتوزع على باقي المحلات بسعره اللي السعر الطبيعي اللي بياخده اي سدي باي محل. $13 بعتقد. $13. طيب شو صار بالوقت الحفلة؟ هلا قبل الحفلات بنهار صار شريعة كبيرة انا وهيدا الموزع على اول شيء الكمية اللي طبعها يعني طابع كمية ما بتأدي السوق وقرر انه ينزل بفيرجن وانا عم قل له خلي كل الكمية لبيال وبعدين بتعطي. كانوا عم ينفقدوا يعني على فكرة السدايات كانوا عم ينفقدوا السدايات بس يظهروا العالم من الحفلة يعني ما بقى عم ينوجد كان في سدايات. ايه ما لانه الكمية ما انا كافية اللي طبعها يعني تصوري بعد كل هيدا بعد كل هالشغل وبعد كل هالنطرة السنة اللي نازل ومش نازل هالسداء ويطلع كمان منه طابع كمية كافية. فصار خناقة كبيرة بس طبعا أنا ماني قادرة أقضي نهاري معه للموزع على التليفون في الفرقة والتمارين والتحضيرات والمئة ألف شغلة يعني إنه تاني نهار الحفلة. فمعت لأخذت ولعطيت عأساس هو بعده مكفي يعني ورح يلتزم بالشروط اللي قلت له إياها على التليفون. بعد اول حفله انا ما عاد شفت شيء يعني انا كنت بلا وعي بصراحه يعني لا خلصت اول حفله بالليل عم بعمل جوله سريعه على الانترنت لشوف اذا في شيء يعني في شيء مهم اعرفه. واسبك بقرا مطرح انه عم ينباع ب 25000 كان ببيال من الانترنت عرفت بزيدوها. فتشت على موقع تاني ولقيت نفس السعر. تاني نهار صرت حاول اتصل فيه اختفى هذا الانسان سكر خطه وبطل يرد. واز بكتشف واحد تاني مطرح وعم بيقول لي انه هو الموزع واحد ما بعرفه قال لي انه هو الموزع هو متفق مع هداك. فانا اساسا يعني ما يعني بحياتي مش حكي معه هذا الانسان وما عرفت كيف فات على الخط يعني وعادي وطابع طبعة اخرى انا بسميها مزورة وهي مزورة تا يغطي النقص تبع الطبعة الاوريجينال اللي بلشت تنفقد الأصلية يعني. فطبعا تقتلت أنا وياه وقلت له طبعا ما بتنزل وكيف عم بتبيعه ب25 قال هو اتفاقه مع هداك ب25 قلت له بس أنا ما بعرفك وأنا مش متفقة معك واتفاقي مع هداك $10 وأنت اللي عم بتقلي ما بيعني لي
نعم. يعني أنا متفقة مع شخص ما إله حق يتفق شي تاني مع حدا تاني، فألزمته إنه اليوم يعني نهار الحفلة يبيع $10 حسب الاتفاق، وإنه هول الناس اللي انسرقوا، فينا نقول انسرقوا الناس يعني. نعم. إنه بسعر 25,000 لازم ينردلن حقهم يعني. بس طبعا عمليا طلعت ما بتصير، لأنه ما فيك تعرفي مين اشترى ومين ما اشترى، وإنه عمليا ما بتصير. ونزلنا على هالأساس على بيال، واضطريت أظهر قبل ما يفوتوا العالم، فتح كل الكراتين واتأكد إنه ما في ولا نسخة مصر مزورة. واكتشفت إنه ما بقى عنده عدد كافي، ضاف لوجو كمان مش موجود، يعني قاعد يعني أخذ وقته، اخذ وقته حاطط لوجو له اضافة عن اللوجو الاصلي، وعامل بوسترات كمان هيك يعني. طب بالنسبة بس يعني المشكلة انه اللي حصل حصل، يعني الناس انسرقوا وببيال، مش انه بمطرح تاني يعني. وبعدين ألزمته $10 يعني، شي فتت على الكوليس عرفت بعدين انه رجع ب20,000 السعر الاصلي. كيف فيك تعملي يعني تتشوفي الناس انه يعني هي مغامرات ما بتتصدق؟ هو اساسا ما حدا سأل عن سعر السيدة يعني وقت الامر. إيه مش اصول بيرجع للسيدة فيروز، ما حدا بيسأل يعني تستعملي اسم فيروز لتعملي اللي بدك تعمليه. عم يستعمل كتير يعني، بنشوف كمان في كتير نسخات عرفنا انها مزورة بالسوق، كمان على صعيد دول عربية عم بيصير في تصوير. طبعا طبعا عرفته هيك اخبار عم توصل، بس انه ما في لا رح تتلاحق ما رح تنترك يعني. بس انه بتمنى على العالم ما حدا يشتري الا الاصلي، يعني هن بدو يساعدونا لان نكافح هالسرقات يعني. بعدين طب كمان عم نشوف مثلا، بما انه عم نحكي عن السرقات والتزوير، كمان في سدايات توقع باسم السيدة فيروز، بيكون منضم لها اغاني من ارشيف قديم وبتنزل على ايه على السوق. هلا زعما اقول لك الزمن صاير بطريقه انه في بيعملوا اللي بدهم اياه، بيعملوا كومبيليشن وبنزلوا ساعه بحطوا لها قلب على راسها، ساعه حد منها، ساعه على جنب، ساعه ارز بوجهها، انه يعني مشي مش طبيعي. انه باكد لك مش معقول من دون ما يكونوا اخذين لحقوق او سائلين، بدون ما يكونوا عاملين شيء منهم لحالهم بيتصرفوا. وبرضه هي سرقه للعالم، لانه يعني عم بيوحوا للعالم انه هيدا سيدي جديد، وهو بيكون فعليا ماشي، هن عاملين منقيين اغاني من كذا سيدي وجامعينهم ومنزلينهم، لانه عم يتوزعوا بمكتبات يعني موسيقيه معروفه، مش عم نحكي بيتوزعوا على الطريق او بينباعوا بطريقه هيك اعتباطيه. ايه عم ينعرضوا، عم ينفرد لهم مساحه أكيد كبيره اكيد، ومع اعلانات يعني، يا ريت وقت يكون الاصل بيعلنوا له هيك وشعارات وعيد مدري شو وعيد مدري مين وتغني لبنان طب انه بس هاو موجودين كلهم يعني. برجع بقول لك هودي ما في طريقه الا العالم يساهموا بأنه يقاطعون وما يشترون. هون في سؤال يسأل بالنسبة لهالتزويرات يلي عم بتصير والإشياء يعني منا مخبية واضحة مثل عين الشمس. أنتوا بس ملزمين إنكم تلحقوها يعني الأشخاص يلي كمان عم بيطالبوكم، يعني الأشخاص يلي عم بتابعوكم اللي عم بيلحقوكم كمان إنه هن بدهن حقوق منكم يلي هن معروفين، عم يطلبوكم بحقوق للأرشيف اللي عم يتغنى من قبل السيدة فيروز بحفلات. هن كمان مش ملزمين انه يتابعوا هالقضايا التزوير يلي عم بتصير للسيدية. بس هن تركيزهم بس على السيدة فيروز، انه بس قعدي بالبيت وخدي النتيجة، ما حدا عم بتابع شيء، ما حدا فرقاني معه شيء. طب ليه مش الهدف هو انه الحفاظ على هيدا الإرث الفني وتوزيعه بشكل عادل على الورثة؟ كل واحد كيف بيشوفه هالإرث الفني. انا ما بشوفه دولارات للإرث الفني، انا بشوفه معنويا يتحافظ عليه. يعني وتنتبهي له، ما تخليه يصير دعايات، وما تخليه يصير افلام، وما تخليه يعني ما تخلي اطاره يتشوه، هيك بتحافظ عليه. وما تخليه ينسرق يعني، لو هالاشياء كلها بتتنظم بعتقد يعني كتير شيء مفيد اكثر من انه واحد يلاحق السيده فيروز وما يخليها تغني. ليه ما بده يصير افلام مثلا؟